في المفاوضات وما تضمن جدول زيارته لقاء أي مسؤول فلسطيني. هو في فرحه وسعادته باستقلال أول طائرة أمريكية إلى العاصمة السودانية الخرطوم منذ عقود، يبدو تركيز إدارة بلاده على ملف التطبيع الإسرائيلي مفتوح الشهية على مزيد من الدول العربية. السودان قد تكون التالية في اتفاق التطبيع بعد الإمارات. تحاول بريطانيا كما يبدو من خلال إفادة وزير خارجيتها إنقاذ جهود السلام بين إسرائيل وفلسطين في إطار حل الدولتين، فيما الولايات المتحدة عينها على إرضاء الإسرائيليين بما لا ينغص شيئا عليهم بعد تأجيل خطة الضم. وفي إطار ردود الفعل على زيارة بومبيو إلى المنطقة، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الأمريكي بالعمل على ملء المنطقة بمزيد من الأسلحة الأمريكية، وذلك بإعلانه إمكانية بيع السلاح للإمارات العربية المتحدة بحجة التهديد الإيراني. ظريف وفي تغريدة على تويتر رأى أن التعديلات القانونية التي أجرتها إدارة ترامب لتسهيل تصدير الطائرات المسيرة الشهر الماضي قوبلت برد فعل سلبي من السياسيين الأمريكيين. وينضم إلينا من القدس مراسلنا أمير الخطيب، ومن الخرطوم مراسلنا شيبة الحمد عبد الرحمن، ومن رام الله أحمد جرادات. مرحبا بكم. أبدأ معك أمير، يعني الآن بغض النظر عن زخم، سأسألك لاحقا عن زخم زيارة بومبيو وزير الخارجية الأمريكي، قبل ذلك أريد أن نقف مع زيارة وزير الخارجية البريطاني والدلالات التي تحملها. إن كان لدينا هذا الانطباع ولدى الكثير من المراقبين أن وزير الخارجية البريطاني يسوق أيضا لقصة مكافأة التطبيع بين الإمارات وإسرائيل بالمنع أو تعطيل ما يمكن تسميته بضم أراض فلسطينية في الضفة. نعم كمال، زيارة وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب حملت رسائل عدة، منها على المستوى الإقليمي حين تحدث عن الموقف المشترك بين بريطانيا وإسرائيل تجاه الملف الإيراني، وكذلك عندما تحدث عن خطورة حزب الله على لبنان والوضع اللبناني. أما المحور الأهم ربما في هذه النقطة هو المحور الداخلي، التطبيع وتأثيرات وإسقاطات أيضا مسألة التطبيع بين إسرائيل والإمارات على القضية الفلسطينية، بالتحديد أنها بحسب وجهة نظره أوقفت مخطط الضم الإسرائيلي لأراضي واسعة في الضفة الغربية. تحدث عن ذلك دومينيك راب وكأنها هذا الموضوع أرضية خصبة لأن يعود الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة حوار ومفاوضات مباشرة بين الطرفين، كون الضم أي المشروع الأكبر الذي كان سينفذه الاحتلال الإسرائيلي توقف إثر اتفاقية السلام بين الإمارات وإسرائيل. وعلى هذا الأساس اتجه من إسرائيل ومن لقاءاته مع المسؤولين الإسرائيليين وبالتحديد وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي إلى السلطة الوطنية الفلسطينية ليلتقي بمسؤولين هناك. قد يكون أو تكون مسألة اتفاقية السلام وتطبيع العربي مع إسرائيل عموما ليس فقط مع الإمارات هي ورقة ضغط يحملها دومينيك راب إلى السلطة الفلسطينية والمسؤولين الفلسطينيين، وقد تكون أيضا هناك رسائل حملها وزير الخارجية البريطاني أيضا من الطرف الإسرائيلي إلى الطرف الفلسطيني، بالتحديد أن إسرائيل تعمل جاهدة. وبحسب أيضا الزيارة التي كانت يوم أمس لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أكدت إسرائيل وأكد بومبيو أيضا أن العمل جار والجهود المبذولة هي جهود كبيرة لتوسيع رقعة تطبيع العلاقات العربية الإسرائيلية. شكرا لك مراسلنا في القدس أمير الخطيب، ابقى معنا. أتوجه الآن إلى رام الله ومع مراسلنا أحمد جرادات لأطرح عليه السؤال عن زيارة وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، إن كان يحمل إلى السلطة الفلسطينية رسالة ضغط أم رسالة تهدئة؟
نعم كما يعني سألت أحد المصادر المطلعة في القيادة الفلسطينية بشكل واضح، هل يحمل وزير الخارجية البريطاني أي مبادرة للسلطة الفلسطينية أو للقيادة الفلسطينية من أجل الحل؟ أجابة لا، لا توجد حتى الآن أي مبادرات. خلفية ما جاء في هذه الزيارة هو بعد حديث من رئيس الوزراء البريطاني جونسون مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وتأكيده على تمسك بريطانيا بحل الدولتين وقيام أيضا ورفضها لأي عملية ضم للأراضي الفلسطينية. قال جونسون بشكل واضح للرئيس الفلسطيني سأرسل لك وزير الخارجية ليجري مباحثات. حتى الآن بحسب هذا المصدر المطلع الذي أكد لنا في التلفزيون العربي لا توجد أي مبادرة واضحة من بريطانيا. هناك عدة محاولات وعدة وسطاء يحاولون التدخل في هذه الفترة في محاولة لإعادة المفاوضات بين الفلسطيني وإسرائيل، ولكن حتى الآن هي لم تنجح وعلى الأغلب لن تنجح. طيب. السلطة الفلسطينية حاليا يعني والرئيس الفلسطيني محمود عباس يجتمع بشكل نعم كمان. طيب أريد أن أقول إن كانت السلطة الفلسطينية على استعداد سماع الحجة التي حملها دومينيك راب والتي مفادها أن هناك مقابل للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل هو منع وتعطيل ضم الأراضي الفلسطينية لإسرائيل. هذا المصدر أكد لنا بأنه على يعني القيادة الفلسطينية هي مستعدة للعودة للمفاوضات، ولكن حسب شروط الفلسطينيين الفلسطينيون ما زالوا متمسكون بمواقفهم بشكل واضح، وهي أن العودة إلى هذه المفاوضات يكون عن طريق التمسك بمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية، وأيضا بأن الولايات المتحدة الأمريكية لن تكون الطرف الوحيد في هذه المفاوضات، بل سيكون هناك أطراف عدة كالرباعية الدولية وزائد أي دولة أخرى يمكن أن تنضم، ورفض الفلسطينيين لأي مبادرة أو وساطة أمريكية لأي اتفاقيات أو لأي مشروع للمفاوضات. حاليا وزير الخارجية البريطاني يجتمع في مقر المقاطعة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هناك يجري مشاورات، وأيضا بعد ذلك سيتجه وزير الخارجية البريطاني إلى مقر رئاسة الوزراء من أجل الاجتماع مع رئيس الوزراء محمد شتية، وأيضا سيكون عقب هذه الاجتماعات لقاء ومؤتمرا صحفيا بين وزير الخارجية البريطاني ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. ربما سيتم الحديث أكثر في هذا المؤتمر عن خلفية والمحادثات التي أجراها هنا، ولكن لا مبادرة واضحة حتى الآن من بريطانيا بخصوص العودة إلى المفاوضات. أحمد جرادات مراسلنا في رام الله، شكرا لك، ابقى معنا. أتوجه الآن إلى الخرطوم ومراسلنا شيبة الحمد عبد الرحمن. السؤال المباشر، ما الذي يأمله السودانيون بدءا بالسلطات السودانية الحكومة السودانية من زيارة بومبيو؟ الحكومة السودانية والسودانيين عموما يأملون في أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بدعم المرحلة الانتقالية، أن ترفع أو يرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي ترفع العقوبات التي أثرت بشكل كبير على القطاعات الاقتصادية في البلاد. والاقتصاد لابد هنا من الإشارة إلى أنه يعاني من أزمات خانقة تفاقمت في هذه الأيام على وجه التحديد مع ارتفاع مع انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وارتفاع الأسعار بشكل كبير في السوق في السودان. يأمل السودان من خلال هذه الزيارة أن تفتح الأبواب مباشرة لدخول الاستثمارات الأمريكية وغيرها من الشركات التي ربما تسهم بشكل كبير جدا في إنعاش الاقتصاد، أن تفتح السبل أيضا إلى الوصول إلى البنك الدولي والاقتراض منه بصورة مباشرة، أن تحل إشكالية الديون المتعلقة بسنوات طويلة جدا للحكومات السابقة. نعم تفضل. في المقابل الأمريكيون بومبيو يتطلع إلى معرفة إن كانت الحكومة السودانية جاهزة الآن أو نضجت عندها فكرة التطبيع مع إسرائيل. وكما يقول مراقبون الأمر تقاطع لمصالح مختلفة. هذه الزيارة بالنسبة لأمريكا أيضا تعني الكثير، خصوصا مع إعلان ترشيح الرئيس ترامب لدورة رئاسية جديدة، باعتبار أنه سيجد دعما من إسرائيل وهو كذلك يقدم لها خدمة أخرى بتوسيع دائرة الاعتراف بها. الأمر برمته تستفيد منه الولايات المتحدة الأمريكية، تستفيد منه إسرائيل. تخشى الخرطوم أن تكون هذه وعود
فقط وأن تستمر عصا العقوبات معها، أو أن تكون حتى هذه الجزرة التي تقدمها لها أمريكا غير مجانية، تقوم بدفعها عبر فاتورة التطبيع مع إسرائيل، ومن ثم لا تجد أي مكسب من وراء هذا التطبيع، مثلما يضرب المثال بذلك الكثير من المحللين والمراقبين السياسيين والاقتصاديين لما قامت به دول من قبل بالتطبيع مع إسرائيل، وما زالت تعاني أوضاعا سياسية واقتصادية صعبة. أشكر مراسلين في الخرطوم شيبة الحمد عبد الرحمن من رام الله أحمد جرادات، ومراسلنا في القدس أمير الخطيب.